إلى دانا أبو شمسية، مراسلتنا من القدس. دانا، الوصول إلى محيط تل أبيب هذه المرة ليس بالصواريخ التقليدية لكنه صاروخ باليستي يصل إلى وحدة تابعة للموساد. كيف قرئ الأمر إسرائيليا؟ والأمر سيبقى مفتوحا بحكم أن الشعار الذي رفعه الحزب الحساب المفتوح. لربما هذا ما دفع بنيامين نتنياهو إلى تأجيل سفره إلى الولايات المتحدة، تحديدا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية. كان من المفترض أن يغادر إلى الولايات المتحدة، ولكن التطورات الميدانية التاريخية كما وصفت إسرائيليا، وخاصة أنه في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي بين إسرائيل وحزب الله لم يكن هنالك أي استهدافات مباشرة إلى تل أبيب من جنوب لبنان. هذه المرة كان هنالك استهداف، وليس استهدافا عاديا، ليس لمنشآت مدنية إدارية، بل نتحدث عن منشآت عسكرية هامة حساسة وعلى رأسها مقر الموساد الإسرائيلي، والذي كان وما زال يهتم ويقرر عمليات الاغتيال. أي أن هذه الضربة الصاروخية فيها رسائل موجهة إلى الجانب الإسرائيلي، مفادها أن الموساد يقرر أسماء الأشخاص الذي تم اغتيالهم وسيتم اغتيالهم، وحزب الله كان قد هدد بضرب إسرائيل في عقر دارها هذه المرة إلى مقر الموساد، أو ما يعرف باسم 8200، وهي الاستخبارات الإسرائيلية. لذلك كان هنالك رفع حالة التأهب. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأن لربما يكون هنالك أكثر من صاروخ خلال هذه الرشقة، ولكن صاروخ واحد تمكن من اجتياز الأجواء الإسرائيلية، ولكن القبة الحديدية كانت قد اعترضت هذا الصاروخ. ونتحدث لربما عما يزيد من 110 إلى 120 كيلومتر كان هذا الصاروخ قد اجتاز الحدود وصولا إلى تل أبيب. هذه المرة إسرائيل تتخوف من أن يكون هنالك استخدامات دقيقة أكثر بعيدة المدى، لربما تصل في مداها إلى إيلات، أي من شمال البلاد من الحدود الشمالية مع جنوب لبنان إلى الحدود الجنوبية في إيلات من رشراش كما تعرف فلسطينيا. لذلك كان هنالك إلغاء لهذه السفرة، كان هنالك مشاورات أمنية بدأت بالفعل قبل أقل من ساعة في مكتب في مدينة القدس. في طبيعة الحال سيكون هنالك استمرار لهذه المشاورات الأمنية مع وزير الدفاع، مع كبار الوزراء والأعضاء في الحكومة الإسرائيلية. حتى اللحظة ما زالت بعض التقييدات سارية على بعض المناطق، لا تغييرات من التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية فيما يتعلق في تل أبيب. ولكن أيضا يعني على الجانب الذي تم استهداف فيه تل أبيب كنا نتحدث عن صفد، والجيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه تم استهداف صفد بأكبر رشقة صاروخية موجهة نحو بلدة معينة. أكثر من 40 صاروخ تم استهداف صفد فيها، وكان هنالك إضرام نيران وإصابة منزل بشكل مباشر في المكان. فرق الإطفاء، خبراء المتفجرات يعملون في المكان للتأكد من عدم وجود أي صدايا صاروخية. ولكن إسرائيليا التقديرات تقول بأن ما سرب إلى وسائل الإعلام من القضاء على نصف قدرات حزب الله، لربما هذه معلومة مغلوطة ويجب التحقق ممن قام بتسريب مثل هكذا معلومات. ولكن الأهم بأن حزب الله ما زال يمرق ما يزيد على 100,000 صاروخ حسب التقديرات الإسرائيلية بعيدة المدى الدقيقة الثقيلة. هذا يعني بأن حزب الله قادر أن يجعل إسرائيل من شمالها إلى جنوبها في ضمن دائرة التقييدات الأمنية، ولربما هذا ما جعل إسرائيل تضع نفسها فيما يسمى بالحالة الخاصة التي تعطي فيها الضوء الأخضر للجبهة الداخلية، جيش الاحتلال والطوارئ الإسرائيلية بإجراء أي تغييرات أو إدخال مناطق لم تكن ضمن دائرة التقييدات الإسرائيلية. صفارات الإنذار كانت قد دوت في أكثر من مكان من المستوطنات الملاصقة الحدودية، حتى وصولا كما ذكرنا، وهو الأهم والتطور اللافت ما جرى اليوم في تل أبيب. ولكن ربما الهدوء الحذر هو سيد الموقف، وجيش الاحتلال يعلن رسميا استمرار هذه الغارات. وبناء على ما تم في ساعات الصباح المبكر تحديدا في تل أبيب، كان هنالك رسالة موجهة من قبل جيش الاحتلال إلى سكان جنوب لبنان يطالب فيها بعدم العودة إلى منازلهم لاستكمال استهدافات مخازن المتفجرات. دانا، ما كان يشاع من أن الخلاف وهو الشقاق بين نتنياهو وجالنت أخذ في الاتساع، وأن السبب الأساسي فيها يرتبط بأفق التصعيد في لبنان، يبدو أنه لم يعد صالحا لأن يباع في هذه المرحلة.
حالة التناغم بين قوسين تبدو واضحة تماما بين الاثنين. يوآف جالانت كان يحضر المناورات التي كانت تحاكي عملية برية في عمق لبنان، ويقول إن قدرات حزب الله التي كان عليها قبل 20 يوما لم تعد هي قدرات حزب الله الموجودة في هذا اليوم. لماذا ذاب هذا الخلاف إذا كان أصل هذا الخلاف قائم على ما كان يشاع عن أفق التصعيد مع حزب الله؟ ربما الخلاف كان متعمق متأصل أكثر فيما يتعلق بإتمام صفقة التبادل. كان لجالانت رأي مخالف لنتنياهو، هو أن التوصل والوصول إلى صفقة التبادل قد ينعكس على تسوية وهدوء عند الحدود الشمالية. كذلك الحال العلاقة فيها نوع من الفتور ليس من اليوم، بل مما سمي بإصلاح النظام القضائي، وبأن جالانت استطاع تحريك الشارع وإجبار بنيامين نتنياهو على إعادته من منصبه كوزير مقال من قبل بنيامين نتنياهو. وحتى أيضا نستطيع قراءة هذا التوافق بسبب عدم السماح من قبل بنيامين نتنياهو للوزراء وللأعضاء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاء بأي تصريحات أو إجراء أي مقابلات. كل من يتصدر وسائل الإعلام هو وزير الدفاع الذي يحمل أصبح الآن ذات الاستراتيجية في التعامل مع الحدود الشمالية، وكأن كل منهم يبحث عن الحسم المطلق، النصر الحاسم كما يروج له، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف الحرب، إعادة سكان الشمال إلى الحدود الشمالية. كل يود أن ينسب هذا الإنجاز العسكري إلى مؤسسة التي ينتمي إليها. سياسيا عندما يقول نتنياهو أن أي أمر أو أي تحركات من المنظومة الأمنية والعسكرية لا تتم إلا بموافقة سياسية من أعلى مستوى، ويقصد بذلك ذاته نفسه بنيامين نتنياهو والمستوى الأمني الذي يتفاخر بكثرة هذه البيانات والتصدي لكل الإطلاقات الصاروخية، وبأن كل الإصابات تبقى منحصرة في إصابات طفيفة أو أماكن مفتوحة. لذلك هنالك تماهي توافق، لأن هذا لربما يجعل جالانت يعود بشكل أقوى ويعزز مكانته داخل هذه الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أن كان هنالك أوساط تتحدث عن نية نتنياهو استبداله بجدعون سار، وحتى أن التقديرات ما زالت مستمرة بأنه سيسعى إلى إقالته، ولكنه لن يجرؤ على إقالته في الظروف الأمنية الصعبة التي تمر فيها البلاد. دانا أبو شمسية مراسلتنا من القدس المحتلة، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة.